انتقد الجنرال حسين علائي القيادي السابق في الحرس الثوري الإيراني التهديدات التي أطلقها الرئيس الإيراني حسن روحاني وعدد من القادة العسكريين الإيرانيين حول إغلاق مضيق هرمز في حال تم حظر صادرات النفط الإيراني. واعتبر علائي أن هذه التصريحات غير مدروسة، مؤكدا قدرة الولايات المتحدة على منع حدوث ذلك. واعتبر محللون تصريحات علائي تشكيكا في قدرة إيران على إغلاق مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن وصادرات النفط. وكان روحاني هدد في تصريحات سابقة بوقف شحنات النفط من الدول المجاورة إذا ما استجابت الدول لطلب الولايات المتحدة بعدم شراء نفط إيران. وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الضغوطات الدولية على إيران وفرض الولايات المتحدة عقوبات بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، الأمر الذي تسبب بتدهور الاقتصاد الإيراني.